السلام عليكم، انا في المغرب في مراكش. كيف درت لا نصرح لكم كل شيء من وراء الصلاه. نصليو توحشنا الصلاه، من بعد غادي نقول لكم كل شيء. السلام عليكم، انا فرحان بزاف حيت انا جيت من المغرب. عندي غير 3 ايام. علاش جيت 3 ايام؟ كنت البارح مريح مع العيله ديا باش نمشي ندوز رمضان مع الوالده. دخلت قطعت بيي، زدت الباكاج، جمعت حوايجي، كلشي مزيان. شويه كنقلب في الوراق كنلقى عندي رونديفو لو 30 مع بولومبلوا. بولومبلوا هما اللي كيقلبوا لك الخدمه. دونك شنو ندير؟ طلعني لي بيي نجي. دونك قررت انني قطعت نجي 3 ايام. لقيت بلي عندي رونديفو لو 30. سي تخو خديجه قطعت لي بيي وما كنتش مستعمل بانني نقاني نبي. قلت صافي امشي لي لهاليها 3 ايام نصور فيديو زوين ونرجع. الواعره شناهي؟ جيت لايروبور الصباح، كان عندي الفول مع 7، كان خصني مع 5 نكون في المطار. ما لقيتش التران، لقيت الطوبيس من وين بقيت كنتسنى فيه. المهم تعطلت، مشى عليا البي او عشات البلان هذا. قلت شوف رجع الناس صافي، تعكسات رجع الناس. شويه قلت لا غادي نمشي وغادي ندير فيديو. دونك اللي خلاني نجي هو انني خصني ندير لكم فيديو زوين من المغرب. بغيت نشوف الوالده وكتكون اول مره غتبان معايا الفيديو. ليتس جو بيس، وحنا غنشوفوا الفيديو كيف غيخرج. السلام عليكم، يلا خرجنا من الدار دابا. اول شحن سياره تحنثر فيها، السلام عليكم، اول شحن سياره تحنثرنا فيها هي طاكسي المغرب. طويل صافي الحال. المهم دابا غنمشيو لجامع الفنا باش نشوفو شنو نقدرو نصورو تما وكيفاش غندوزو النهار. الصراحة أحسن حاجة كانت في مراكش الجو زوين، ولكن كنبقاو محنسرين في الطاكسي حيت ما عندناش طوموبيل. أنا يلاه جيت اليوم ما عنديش الوقت باش نكري طوموبيل، خاصني نشري طوموبيل. ولفنا الميترو، هاهو الطاكسي جاي. نسولو واش غادي نجامع الفنا. اخويا شحال من كوره ضرب العربيه؟ غادي نجامع الفنا ولا لا؟ واش عليك انا الخمسه هذه؟ هذه خطاش. وعلاش وقفتي؟ غادي نبدا في الدكانه. مرحبا احسن واش غادي نبدا في الدكانه؟ الله يحفظك. لا غادي نجامع الفنا. اخويا ما عنديش لا الوقت ثاني. الله يحفظك سير، الله يعاونك. اش كتصور فيا دابا؟ لا ما كنصور راسي، بغيتي نصور كاع باش غنديرها. يلاه سير سير ماكوك. سحبني كاوري حتى نوض. يلا نتسناو طاكسي اخر. انت كتشوف اصاحبي وقف، واش صرنا؟ واش كتشوف؟ المغاربه باش كيعجبوك كيشوفوك بحالك خويا. كنعرف واقيلا انت كتشوف يوتيوب كتشوف الدريات. والله ما نوقف لك. باقي كنتسناو طاكسي ولكن لقينا الدراري خرجوا من براسو دابا. سميتكم؟ بشاره. انس. شنو هو الحل عندك باش نمشيو لجامع الفنا؟ نمشيو للمطر. نمشيو للمطر، انا نجيب موطور العزوان من الموطور ونشوفو الثالث ونمشيو اخويا. مرحبا. نجيب موطور دابا. حماده وسالم حمومي. كلشي ديال الله. انت كبير ماشي مراكشي، قداش فيك الشمس. مرحبا خويا، فيك لاباس بخير؟ الحمد لله. هادو التواره، هادو التواره خذها من يوتيوب سكرينها. يا شو جامع الفنا؟ يا الله غادي لهنا الحجيز. لا لا غنشوف الموطور. تحياتي اخويا حماده. الله يحفظك خويا، الله يكبر بك. المهم صوفينا الدراري، نمشيو مع الدراري في الموطور. فين هما الدراري؟ ها هما خويا. لاباس ستان تركب ستان. انا لانسو هاكا شويه. فكرتيني في ايامات اللي فيك كنت كنقرا في اللي في عندي ستان. يلا يلا عندي اسرع. لقينا الحبس. ديديكاس لسالم حمومي. يا اخوتي حنايا في جامع الفنا دابا في مراكش، الجو زوين. واحد الحاجه ثارت الانتباه ديالي هو انه فيد الكور بزاف. عرفتي كنتلاقى مع الكور وكنحس براسي اوه في المغرب، والكور دابا هما اللي ضياف عندنا. هذه حاجه زوينه. والحاجه الثانيه كتحس براسك انك انت ما مسوقش لهم، حيت عارف بزاف الحوايج عليهم وعارف كيفاش دايرين. واحد النقطه مهمه ان الكور اللي كيجيو للمغرب
ما كيكونوش غاسيست، كيكونوا يعني عزيز عليهم يتعرفوا على الناس. هذه النقطه زوينه. علاش فاش كتبغي تتعرف على شي بنت، الناس اللي كيبغيو يفكروا في الهجره كيقول لك زعما كاين الحل هو نتعرف على شي وحده، كيكون عنده امال انه يتلاقى معها في الصويره ولا مراكش. حيت بزاف ديال الكور كيجيو لهاد المدينه، هاد المدينات كيكونوا اوبن مايند بزاف، ماشي بحال الكور اللي كيكونوا ما عمرهم ما جاو شي دوله عربيه واخدين لها فكره خايبه. بغض النظر على المغرب ولا الجزائر ولا تونس، حنا كاملين بحال بحال. غريب انني كندير فلوغ لاول مره بلا ما نرد البال، اول مره كندير فلوغ في مدينتي او في بلادي، دونك واحد الاحساس بشكل غريب بزاف. هو كيصور فيا من لهيه. المهم نشوفوا شنو غنديروا. عرفتي شحال من وحده بغيت نسولها وما بغاتش، بكثره واقيله ما كيبرصطوهم الناس، بكثره ما كيبرصطوهم الناس ما بقاوش باغيين يهضروا، دونك حتى العقليه كيكونوا موصينهم ولا تكون عندهم قضيه صعيبه. ها انتم كما تلاحظوا دابا، ها انتم اكسكيوزمي جاست وان كويشن بليز، وين ار يو فروم؟ جرماني. اي واز ان فرانكفورت يسترداي. يس جاست اي ونت تو اسك يو ان ماي فلوج وات دو يو ثينك اباوت مراكش اند اباوت ماروكو. How do you find me? Excuse me, guys. Hi, my name is Hamza. I'm a YouTuber. I was in Frankfurt 2 days ago, and I just want to ask you about Morocco. How do you find this Morocco and Marrakech exactly? Oh my God! Oh yeah, they're making a huge montage. Hang on, Tim, can you do this? شي 60 واحد اخويا كيبرزطهم، والصراحه بنادم كيقلب على راسو، ولكن اخويا بزاف السياحه يهربوا ما فهمتش. عرفتي كنهضر معاهم ساكن ومستريسين ومخلوعين، واحد كيجرهم بحناش واحد كيجرهم ب راهم ما عارفين غادي. المهم هادشي اللي كاين، هادشي غادي نخليه في الفيديو باش تشوفوا هنا كيفاش بنادم كيقول لك انا نهضر مع دريه. صعيب تهضر مع قاوريه نوض الصبح حيت واحد كيخنز كتحوتك تخلص الشوارع. الحلوه الحلوى كاع بغيناها الصراحه، ما نكذبش عليكم صعيب تصور فلوق في المغرب. ما عرفتش باز تحيي اليوتيوبر اللي كيقدر يصور فلوق في المغرب، ما عرفتش انا حيت يمكن حيت كنتلاقى مع الناس بزاف، دونك كنبغي نعطي لكل واحد الوقت ديالو، خاصني نسلم خاصني ندير صافي بليزير اخوتي. وحتى الناس دابا ما عرفتش واحد السيستم صعيب، دونك شوفوا اش غادي ندير. غندير واحد اللقطه غتعجبكم دابا، شوفوا مزيان. سير يلا سير. انا جيت الكازا بالضبط سباتة درتنا، ولكن عامر غنصور بهاد الكاميرا. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير. انا في سباتة في دربنا، دارنا ها هي شفتوها بلاتي ماشي هادي، لا هادي ولاد دربنا ها هما. دراري اجيو كاملين شباب المستقبل. شنو بغيتي تقولوا؟ سلام عليكم. اش اخبارك؟ حافظين ديسك ديالي؟ يلا غنيو. يلا سير. لا كنت راسي براسي بديت انا من الزيرو، والشعب جيتا والكيرا دار في سيرفي في المترو سيتيزا، شروقات باري في قلبي العزيزه. طلع النهار خاصني نصوفي، الغربه ما ضمناش مصروفي، والديا كيشوفوني ناري اوه قاضي غراضي. يلا سيرو تلعبوا كوره الدراري. المهم هادشي انا ودربنا الله يمحلو. انا فين كبرت، انا فين عشت، هاي دارنا معيط على الوالده. دري شكون جا؟ هذا صحاب انستغرام. صباح الخير. سلام زيانيتي هذا ضد من هذا ضد هذا سكالاباج دابا هادو غيعرفوا ما صحاب انستغرام. لمن كتوجه ديديكار؟ ها توفيق شراب خويا تحياتي بيس الله. دابا انت غيعرفوك صحاب انستغرام ياك؟ اه قدم لي مراتك. المهم معكم يونس فيس الله. مرحبا يونس.
برشا حاجه بالفرونسي حيت عندي اخويا لي فان من فرنسا ولا شي فهمت قدم لي مراتك بالفرونسي قدم لي مراتك بالفرونسي ايه اليوم دابا صباح ياك دابا اليوم بونجور بونجور لي زامي بونجور لي فان بونجور لي فاميلي كمل قدم راسك صح جما بيليونس لا اربع دري ديال الفرونسي تقاد هذه كمل كمل كيما بغات تخرج تخرج عندك من عام اش كدير فاش خدام اش هضر بشاف شونتي دو طرافاي لاج لاج من الاول من الاول اج 3 ans سيليباتير باقي الساعة لا دابا دابا شوف الناس اللي يشوفوا في يوتيوب اول مره راه انا ويونس ديما بحال هكا نزل انستغرام عارفين كلشي يونس خويا من بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد غندير واحد اللعبه من عند غنمشي نسلم على الوالده بعدا بلا ما تضحكوا عليا كنقولها ماما ماما اجي واش تمرين اهلا الوليده السلام عليكم كيف دايره توحشناك لاباس بخير الله اهلا دابا راسك دابا يلاه تلاقينا كيف دايره امي انت توحشك لاباس بخير الله يحفظك الوليده يا الناس انستغرام كيعرفوها ما عرفتوش في يوتيوب اول مره غتشوفوها هذه الوليده الوليده شي كلمه ليا انا كتعرفيني اكثر منهم مصطفي الله يرضى عليك وخا مصطفي ضريف نجيب خويا تحياتي الله يحفظك ايوا كيدير ما تحشميش لاباس الحمد لله السلام لاباس الله يحفظك السلام عليكم بخير احيا شعبيه زوينه خويا تحياتي لاباس الله يكبر فيك خويا الله يحفظك كي درت المفاجاه خلعتك الوليده درت مفاجاه جديده دابا على غفله شتي هذه المره ما نحلش لك الباب تحيه لك الله يخليك لي امي انتي عزيزه عليا بزاف نتمنى نفرحك واي واحد يشوف هذا الفيديو تهلا في امي انتي ويفرحها باش ما مني ان شاء الله اللي نوا شي حاجه الله احنا معاولين ندوزو معاك رمضان ساعه ما كتاش ان شاء الله تيكون رمضان ونجيب باذن الله الله يحفظك امي انتي تنخرجوا نضربوا شي دويره قول لي قول لي حشي شيطان قال لي قول لها زوجيني المهم شنو اخر كلمه تقولها الوالده ليا ولي والله يرضي عليكم كاملين شي والله يسهل عليكم اللي فيها الخير كان مرضي كان مرضي كما نحل لك الباب صافي يلا سلام الوالده الله يفرح باي حماده بلا راس شنو قلت لك حماده بلا راس حماده كلاس وحماده مشرمه شنو مشرمه دابا بلاتي قبل ما نهضروا على الشرمين دابا تيقولوا لي حيد الراس تخين حيد الراس ويولي راسي بحالك لا ما عرفتش ما يمكنش عرفتي علاش؟ حيت انا مبونكس عليك ما يمكنش تبونكس انت تندير تبونكس عليها شوف العامر ضرب اخويا على الحطه مزيان خويا صبر ديلا نبيعها نشري لها الحطه كامل خويا سروال ساعه عرفتي علاش السي مربوع يعرف وجهي 80 شوف السي مربوع الله يبارك شوف لا ما نبدا نهضر اشنو عادي بلاش بلاش نهضر انا سير بيت ديالي اول لبسه واحد بلاتي كيفاش ديالك انا لابسها انا نشرح له دابا السير بيت جابها لي هنايا انت غاليه غاليه خلصتها ويقول لي وحلفتها يلا والله ما خلصتها ويقول لي والله انت عطيتك قبيله فلوس لما كان عطيتك فلوس باقي ما كملتش لك ما عطيتش فلوس ويقول لي الله يحفظك خليني نلبس ماشي مشكل اخويا الكبير دير معايا مزيان المهم اخويا جمعك السروال ديالي البرديله ديالي السير بيت هو السروال شوف خوتي حنا كنضحكوا هذا اخويا مراد كبر مني شحال كبر مني شي 6 سنين 4 سنين المهم هذا اخويا البروج صغر مني باربع سنين هو هو مسطعي مجواج وعندو بنيه انا اللي بعقلي انا اللي بعقلي هذاك الشيء علاش انا باغيك كنضرب سيرفيطات والمايك وكذا حيد الضعبات جيلي في الصهد لا ماشي انت هو بولو زوكنبرغ اش قلتي؟ عرفتي نحيد في المونتاج ديك اللعيبه الثانيه ولا نخليها الاولى
لا دابا نشرح شوف عندي تصويره انا باغي نهضر على سمعني لا سيرفيت اديداس وضرب سبب ديال نايك فيك صاحبي انت اصلا باقي صغير باقي كتضرب محفظه محفظه نايك اي سبار لا هذيك شكاره انت باقي كتضرب محفظه قبل من الشكاره هذيك المربعه هذيك لا نسولك سؤال واحد عقلتي فاش كان بون مسكين الله يرحمه كيعطينا 10 10 لا كيعطينا درهم درهم كتقول تعطيني 10 كنقول لك تقول ابني تاخذ الدرهم وانا 10 كتقول لي لا راه صرفت لك كنقول لها يلاه نصرفوا هذيك وعطيني 10 منها كنخبي 10 ديالي كنقول لك نخسروا هذيك ياك وعاد باش نخسروا هذيك كتقول لك شي حاجه ما كندور مع الدوره ما غاتقول خوتي حنا دابا غادي للمعارف نصوروا لكم شويه ومن بعد نتلاقاو معكم يلاه دير لي من العيبه العيبه ها حنا المعارف عميق شوف عميق يعني ما عرفتش علاش دابا خاص ضروري صحاب يوتيوب نعرفهم على صحابي كنحس دابا واش لي فان لي في انستغرام هما كاينين في يوتيوب ولا كاين اختلاف كاين ما عندوش انستغرام لا كاين داكشي علاش كنعرفكم بالواحد بالواحد انا عامر انا عامر انا عامر يا هذا هو اللي كيدير المونتاج ديال هذا الفيديو اللي غتشوفوه يعني مونتاج عامر ها هو فيوز هذا ما كيعرفش العربيه السلام عليكم لا ماشي انا كنتم كنعرف العربيه طرونك بونسوار ولا بونجور دابا لا راه الصباح كان بونجور دابا بونسوار بونسوار صافي توا قول لهم حنا اش كنديروا في المعارف بالفرنسي المعارف الفرنسي شنو المعارف بالفرنسي معارف معارف لا بالفرنسي معارف عم غنتلاقاو مع صوفيا كتعرفها كنعرفها شنو كنعرفها في العالم كيعرفها ويلي شنو كيعجبك في صوفيا فورما دابا انت دابا شوف غير بالصدفه تلاقينا مع واحد البنت عرفتهم كاملين اختي شكون هذا يونس نعيم هلا هذا شكون سرقه الوراد مولاش مول هانطوفا هذه فان حقيقيه شكون هذا تحياتي لك اختي كنت عارفني هذه الاخر بكثره ما كتفرج فيا قالت غنعرفها يلا تبارك الله يحفظك صافي بليزير اختي شكرا بزاف ومبروك للكلبه اللي ربحت الله يحفظك واه عارفه كل شيء شكرا اشنو سميتك ندير لك ديديكات حبشي ناديه ديديكات اختي حبشي ناديه ما بغيتش نبينها راك عارفين تبقى احترام ولكن السميه غيعرفوها تحيه ليك وليا الشرف اختي فرحت ملي كتفرجي فيا شكرا شكرا واحد النقطه زوينه انا راه المغربي تنحترم وعمري ما نصور شي وحده ولا نتفلس عليها القوريات هما تخلقوا لك داكشي مالك تاكل الله يحفظك شكرا بغيت نبوس ها بغيت نشرب صوفيا كي دايره لاباس لاباس كي داير انت الحمد لله يا حنا تلاقينا مع صوفيا ديما مهليه فيا توترت يا صوفيا الصراحه صافي مجوال ما عرفتش كيفاش وصافي يلاه وصافي حيدو الكاميرا ونتسناو عارفين حيد الكاميرا خليها في القفص يلا واحد جوج ثلاثة تنخرج يلا كول السلام عليكم خوش حنا في المعارف حيت البلاصه الوحيده اللي نقدروا نصوروا فيها والجو زوين هي المعارف اكزاكتوم وحده التوين الحاجه اللي معروفه في كازا هي هذه والصراحه بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع قبل ما تشوفوا الفلوغ وتشوفوا السينيماتيك صوفيا ها هي حمدا هو دابا حنا شي عام شي عام باش قلنا لهم غنتزوج باقي ما تزوجناش علاش خاصهم تبري لهم حيت دابا كاين بزاف ديال الناس ما عارفينش لي سوار كاين الناس ديال الانستغرام ديال يو نو اكزاكتومون ديديكات لهم عارفين لي سوار دابا انا صوفيا لا بغيت نتزوج بك هو خاصك تحيدي انستغرام انت حلال عليك لا بلاش اش كتقولي في هاد الهضره ماشي مشكل الله يحفظك خويا الله يحفظك تحياتي فين اخويا لاباس امريكاني هاو نرجعوا للموضوع نعم
واش تقدر لا عرفتي علاش دابا هضرت معاك في هذا الموضوع قدامهم حيت هما كيسقوا هما عارفين ما كاينش مشكل زعما بيني وبينك ضروري دير لا حيت هما خصهم يعرفوا داكشي والله حتى سبونطان دابا انا والله باش نساليو هاد لي ستوار هادي اللي ما معروفاش هو دابا هما ديما تيقولوا لي تزوج بصفيه ترى تزوج بصفيه حيت انا يلاه الوالده قالت لي وصافي تزوج فهمتيني دونك انا ما عنديش مشكل بالزواج وما عنديش مشكل نتزوج صوفيا ولكن واش صوفيا غتقبل تحيد انستغرام حيت دابا صوفيا تدخل في انستغرام لا نقدر ما نحيدوش ولكن نبدل شي حاجات فيه ندير شي لعيبه اخرى فهمتي نديرها شي حاجه انا وياك شي المهم لا ولكن دابا انا بغيت نقول لك واحد الحاجه واخا عارف راسي غنحيد انا فكون بحالي انستغرام راه غتحيدي لي ريزو سوسيو كامل حيت دابا القضيه فيها المعقول انت عندك لي فان بزاف ما عندك مؤهلات انا ما غنقبلش بشي واحد يجي يشوف لي بالخصوصيه ديالي يلا مشيو يلا بلاتي حنا دابا لابسين بحال في الالوان والله ما متفقين بحال خضر غوص والله ما متفقين هادي ايوا صافي خلي داكشي بيناتنا ضروري يعرفوا ما كلشي انا عزيزه ليا نشوه راسي وتشوهني انت انا معاك يعني ماشي مشكل كتشوه زوينه نقول لكم من بعد نتحولوا من الشمس يلا دخلوا خاتم الشمس السلام عليكم تلاقينا مع واحد الدراري هنا كيلعبوا بيكالات تحية حمد السرقاش مارا كروب عطاونا دويرة بالبيكار بالكام 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 عليه 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 يلا حمد صوفيا فيك ريك العناوي وراه انت شحال زمان تلقى مع ولاد الدرب ولاد الدرب ما عادش كنحس فيهم كنحس براسي كنعرفهم ناري واحد الجملة الشهيرة لا لا ما تخافيش وبينا غتقولوا واش عدات الكوسان المهم غنخليكم واحد البارتيات مع الدراري نطيح صوفيا نطيح وحمادة وشتي الناس اللي شافوا الفلوغ ديال سويسرا زينب مريضه وغنمشيو عند المحمدي دابا نشوفوها دونك نمشيو كاملين ان شاء الله خليكم معنا يا خوتي السلام عليكم وصلنا المحمدية تحينا المحمدية احنا دابا وصلنا عند زينب نشوفوها كيف بقات جيت انا ومراد وصوفيا والعامر وحتى يوم ها هما الدراري عارف الدار هاي درت لي ميساج فوكال دونك جاي في تاكسي هاي زين جاي في تاكسي ما عرفش انا دار كاينه غنتسناوك حتى تجي يلاه بيس بقيت يا زين واحد جاي نوصي ضربوه الغادي عندي ضربوك بالعين من الفلوق ديال سويسرا ياك تخبط ضربتك بياسه كنقول لهم مسكينه زين بداو معاها والله يديها لا 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 هذه الانواع جبتي لي ديال الملفات شوف الناس اللي شافوا الفلوق ديال سويسرا غيعرفوا بلي كنا بغينا نشريو ملفات ديال الدرهم وجينا شرينا ملفات ديال شحال شحال 25 درهم شحال جريتها 25 اوكي ربي يكون عندك بس باش نشتلا قولي لهم انا نقول لهم لا غيقول لك سويسرا كنتي زوينه ما يكون عندك اختبار المشكل ماشي مني من الكاميرا سويسرا كانت كاميرا زوينه هنا كاميرا ايجابيه يلا بلاتي نديرو لك كاميرا زوينه دابا واحد جوج ثلاثه يا الله السلام عليكم خوتي غنسالو الفلوق هنايا انا غدا غادي نرجع ان شاء الله للباريس دونك كنقول لكم بالسلامه وزين باي لاباس عليها سنان تيبانو زوينين ماشي هوليو باك لا زوينين حتى فاس ماشي تيبانو اوي اوه
خوتي السلام عليكم، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما نوصيكمش ديروا سبسكرايب الى بغيتوا، تابوناو، ديروا لايك. مورا تقول يستر واقفير والله حتى غنوريه لهم. محمد شد بحال هكا. لا 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 ما تهبطوش. لا 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 هو طالع نطلعوا. ها يلا طلع بحالو. يلا ويط 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 صور. الحاجه الوحيده اللي ما درناش حسابها هي هذه. اش كديرها؟ تبارك الله المعلم. الله يعاون المعلم. خوتي تفركعت الرويده ديال الطوموبيل ودابا حنايا في محمديه. عيط لواحد الدري صاحبي يجيب لي موطور باش نوصل صوفيا بعدا باش ما تعطلش. والدراري غادي يمشيو فوق غير صوبوا يتسناو الطوموبيل ديال رواد السكور تجي باش يصوبوا باش يلحقوا علينا. هادشي اللي كاين. ويلا المهم دابا كيف ما وراكم حماده دارت لينا الرويده دونك غادي نمشيو لكازا. هادي ماكس سي ماكس نمشيو بلا كاسكات. لا راه البوليس لا عمر هذا غادي الكاميرا مزيان. كيفاش تخرجوا من الدروبه بعدا باش تخرجوا من الطوموبيل؟